هوية بريس. احنا اليوم جينا وهذا الاحتجاج مدير على ود اننا باغين اعاده الاعتبار واعاده الكرامه اللي تمرمدات في ظل هذه السيده هذه الماجوره. حنا هاد التلفيق التهم وهاد الشطط في استعمال السلطه بغينا نساليو منه. حنا جينا اليوم باش نقولوا القابله كاينه في المجتمع المغربي، الاحترام ديالها كاين. حنا ماشي اليوم عاد خدمنا، رانا 22 عام الخدمه. حنا السيده هادي حنا بغينا نعرفوا شكون، علاش كدير لنا هاد الشيء، شكون اللي مسلطه علينا. الا حنا كنشدوا شي حاجه ولا عندها شي اتهامات علينا تاديها تقولها لينا. اما هاد الاشاعه اللي ضرتنا في خاطرنا وخلاتنا ما كنعرفوش نخدموا وخلاتنا يعني ديك السنين ديال لونسينتي ديالنا بغات تضربها لنا هي في الصفر. يعني حنا ما خدمنا، ما درنا لاكارد، ما خدمنا عيد، ما خدمنا ليل، ما ولدنا، ما شنو كنجيو حنا نديرو؟ بغات توصفنا على اننا حنايا كنجيو هنا غير باش نبتزو الناس ونمشيو، ماشي كنجيو باش نأديو الخدمات نتاعنا على اكمل وجه. هيا تبرحوا رئيسة القسم الطبي، جيت هنا اليوم باش نضامن مع القابلات المغربيات اللواتي يشتغلن بمركز الاستشفائي مولاي عبد الله نتيجة الاضطهاد ديالهم والاتهام ديالهم بالغشوة، في حين أن وزارة الصحة تتملص من جميع المسؤوليات والإدارة نفسها تتملص من جميع المسؤوليات. هاد القابلات ما احتجوا، ترفضت الإدارة تاخذ الشكايه ديالهم فاضطروا باش يصيفطوها عن طريق عون قضائي لان الاداره تملصات ما بغاش تسلم الشكايه ديالهم. الاسم كنوز مصطفى، تقني اشعه بالمستشفى الاقليمي ساله، كنتواجدوا بالمستشفى لتغطيه الوقوف لمؤازره مظاهره تخص فئه القابلات مصلحه الام والطفل. للاسف هذه الفئه كتعرض لواحد الحمله مسعوره ديال التشهير وديال تشويه سمعه المؤسسه والاضرار بالمرفق اللي وراء مجموعه من المعطيات. كاين اطراف اللي هي نقابيه واطراف اللي هي جمعويه عن طريق بعض الاقلام الماجوره يتم التحريض والتشهير بالقابلات. للاسف هي حمله ترويض داخله في اطار حسابات نقابيه من اجل استقطاب فئه القابلات بعد الصفعه اللي تلقاوها مجموعه من النقابات اللي كانت تطران عليها الاداره انها غادي تكون في الطليعه ديال 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 النقابات الممثله للاطر التمريضيه. للاسف ان اللي خلى هذا الفراغ هو ان المؤسسه كتعاني من فراغ اداري. جاء ولد لنا واحد تداول ديال التسيير عبر مجموعه من المدراء، خلى واحد الفراغ اللي سمح لمجموعه من الوجوه النقابيه المشبوهه انها تخندق داخل الاداره وانها تستعمل مبدا التشييع، واي واحد ما كيخالفها او لا كيعارض الشطط ديالها لازم انها تهاجمه كما كنشوفوا بالنسبه لهذه الفئه هذه. المدخل هو تطبيق مقر الوزاري رقم صادر بفاتح ابريل واللي كيحث الادارات الاستشفائيه والمستشفيات عبر ربوع المملكه الى اعفاء كل المسؤولين الذين تم تعيينهم خارج منطق التباري. للاسف ان المؤسسه لا تخضع لهذا المقرر، والمدخل هو ان السيده او المسؤولين او المسؤوله اللي كتعرض هذه الفئه هذه للشطط تم تعيينها عن طريق هذه بهذه الطريقه. كنلتمسوا من الاداره ان تلتزم الحياد وان تفعل المذكره وتقيل بليطو انها تعفي مجموعه من المسؤولين وتعاود تفتح المجال ديال التباري فيهم والحياد احياء لمنطق الكفاءه والاقدميه بعيدا عن الحسابات النقابيه وبعيدا عن الحسابات الجمعويه. وكنتمنوا ان الاداره تكون في المستوى وتستجب لهذه الفئه وشكرا. الرشوه هي فزاعه كنستعملوها للاسف مجموعه من المسؤولين اللي هما بطريقه اخرى كيعترفوا انهم كيتسامحوا مع الرشوه. كيف يعقل ان واحد مرتشي ومعروف بالاسم ديالو لا تحرك في حقه مساطر متابعه واللي هي منصوص عليها في القانون الداخلي ولا في قانون الوظيفه العموميه؟ اذا ليس لاي شخص كان مسؤولا او جمعويا او نقابيا ليس له الحق ان يشهر باحد
باسم الرشوة أو إرغامي على قبول الأمر الواقع باسم الرشوة. هذا ادعاء باطل، نرفضه ونشجبه، وكنتمنى أن الطرف اللي كيدعي هذه التهمة هذه يعطينا الحجاج ويتقدم، وحنا أول وحدين غادي نأيدوه. الوقفة ديال اليوم باسم اللجنة الجهوية لقابلات جهة الرباط لتمارة الخميسات تابعة للاتحاد المغربي للشغل. هاد الوقفة جات بعد سياء شديد من المعاملة المستفزة للمسؤولة الممرضة بالنيابة على القابلات في جناح صحة الأم والطفل، وهذا مستدعى أننا نوقفوا اليوم، لأن الإدارة للأسف بعد توقيع عريضة باسم 24 قابلة وتقدمت للإدارة لم يكن هناك تجاوب، واستمرت الممرضة الرئيسة في الممارسات التعسفية ديالها، بل وأكثر من ذلك رغم أن القابلات ضحوا بالكثير واعطاوا في الرقي بصحة الأم والطفل واعطاوا الكثير من وقتهم، إلا أنهم يتعرضون للإهانة والضغط النفسي المستمر بالمصلحة. نسائل المسؤولين المباشرين أنهم يتدخلوا من أجل وقف التعسف الذي يتعرض له القابلات بمستشفى مولاي عبد الله بسالة، والاستفسارات التي كثرت هذه الأيام عليهم لأنهن يطالبن بحقوقهن ويطالبن بتغيير المسؤولة بالنيابة واستحضار نيابة مسؤولة رسمية، وطالبنا أيضا بفتح ليزافي لا كونديداتور pour le recrutement d'une sage-femme responsable du département santé mère enfant و ايضا فتح منصب ممرضه رئيسه لقاعه الولاده وممرضه رئيسه بالسويت دوكوش، وهذا لم يتم الاستجابه له للاسف. لا نعلم لماذا هذا التماطل في استجابة المطالب القابلات، رغم أنهن ضحينا بالكثير كما قلت، وأنجحنا برنامج صحة الأم والطفل ومراقبة الحمل ومراقبة الوضع وما بعد الوضع، وكذلك أفيد أن أيضا تم فتح مصلحتين بنفس العدد القابلات، ورغم لا بينوري ديال بيرسونيل ديال لي ساج فام او نيفو ديال لا ماتيرنيتي، فتم فتح مصلحتين وفرض على القابلات باش ياسيريو شفويا باش ياسيريو لا كارت في لي دو سيرفيس. دونك كتكون اون ساج فام اون سول ساج فام سيرفيس سويت دو كوش كيخصها تاسيري او ميم طون البلوك او لا تاسيري او ميم طون لادميسيون او ميم طون لادميسيون على سال داكوشمون، وهذا منافي لاعاده الهيكله اللي اتفقنا بها مع المسؤولين. هذه الوقفة الاحتجاجية نظمناها تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ضد الممرضة المسؤولة بالنيابة للتعسف ديالها علينا والحقرة ديالها والتهديد بالملفات وتحديد الأمهات.